مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الشطر الثاني من برنامج أديان. موضوعنا اليوم السرطانات بصفة عامة وخاصة سرطان الثدي، لأننا في شهر أكتوبر الشهر الوردي. البروفيسور فرح كان يتكلم عدى بنجار في الشطر الأول من الحصة عن الكشف المبكر الشامل أو ما يسمى بلو ديبيستاج دو ماس. عندنا مشكل سرطانات سهلة للكشف مثل سرطان الثدي، مثل سرطان الكولون، مثل سرطان البروستات، يسوفي نقيسو لي بي اس ا بلوس دو 4، نبداو نديرو كشوفات أخرى. ما هو المشكل؟ أين الثغرة؟ أين الخلل؟ مع أنه نعلم أن الدولة تخصص إمكانيات هائلة في ميزانية لو فون كونسير فقط 500 مليار سنتيم، ورئيس الجمهورية كل مرة يقول صحة المواطن الجزائري ما عندهاش ثمن، لكن في الميدان القطاعات المختصة نشوف أنها لا تقوم بالتسيير على ما يرام. شكرا ونشكر مسيو بونجار تسهلنا المهمة، لأنه لو ديبيستاج هذا واش رانا نديرو كامل، لو ديبيستاج لانفورماسيون، الاعلام، التحسيس، الجمعيات اللي تخدم في هذا المجال عندها صدى، ماشي ما عندها والو، معناتها النساء على بالهم دركا باللي كي تمس حاجه في صدرها ماشي مليح لازم تروح تكشف، لكن كاين بعض الافكار اللي لازم تصحح. سرطان الثدي ماهوش سرطان وراثي، يعني الحالات الوراثيه هي 5% 10% لا لا، والمرأة اللي تجي تقول لك انا فاميلتي ما عندهاش، واحد ما قال باللي سي مالادي هيريديتير فاميليال، كاين عندنا بعض الحالات كما تكلمت زميلة، يعني العامل الهرموني اهم بكثير من الهرموني، من العامل العائلي، لونفيرونمون، يعني وين البيئة، تلوث البيئة، لو ستريس، لو ستريس فيكو بار لي فام سورتو، لا سيدونتاريتي، لو مود الماكلة، لوبيزيتي، لا ترانسفورماسيون تاع الحياة تاعنا. Et tout ça fait qu'un jour, une personne fait... Une femme sur 8 va faire un cancer du sein. Donc le dépistage, quand on l'organise, le plan cancer, des milliards, 500 milliards et tout ça, et là, on dirige tout ça vers le traitement des formes avancées. يعني اغلب الميزانيه راهي تروح في العلاج، راهي نستناو فيهم يافونسي، وحتى حتى لي ستاد افونسي، ومن بعد نقولوا هانا درنا حطينا لهم الاموال وحطينا لهم الامكانيات، وعلى بالنا باللي راح المراه في هذاك الوقت صحتها تطيح مع هذه المشاكل تاع مع الثقل تاع تاع لا ثيرابي تاع العلاج هذاك الوقت، وهذيك تاع تجوز المراه المرض مزمن، ماش حنا اون فا با لو اوفخير غون شوز، ماش حنا نعطوها حاجه كبيره. دونك كي دير ان ديبيستاج، وي لو ديبيستاج دو ماس عنده قوانين وعنده لا ديفينيسيون تاعو، دير ان ديبيستاج دو ماس يفوك سا سوا ان موايان كي روبرودكتيب فيابل في متناول الجميع، ماشي مجاني مجاني مجانية المجانية مسيو سي تري امبورتون، باش تقولها روحي ندير لك ماموغرافي يديرها لها ان راديولوج يفوك كلي سويفي ابخي، وكي تلقى اون بول ولا تلقى اون ليزيون دو 1 سنتيمتر اللي هادو هما لا سيبل تاعنا، كي تكون الحبة صغيرة معناتها الفا غيغيغ راح تبرى حتبرى، ماشي حت 7 سنين، نفوتوا 5 سنين و7 سنين و8 سنين و10 سنين، وتولي تقول لك زمان درت ان كونسير دو سان. هاد الفئه هادية كي تكون تتقول لها وي عندك ان كونسير دو سان دو 1 سنتيمتر ولا دو 1.5 ولا دو 2 سنتيمتر، ها سيدي نقدروا نديروا لك الاستئصال غير في هذاك المضرب، نحوا لك غير هذيك الجهه المريضه ونشوفوا الى عندك كيما نقولوا الولاسس في الطبق تاعك ونداويوهم، بصح من بعد يفو سويفر فوار لي مويان دو سا بوليتيك، اون بوليتيك دو ديبيستاج. ماذا تريد ان تقول البروفيسور فرح؟ انه درنا لو ديبيستاج دو ماس حتى نوضحوا احنا نتكلموا بكل صراحه، لقيت 1000 مرة، لقيت 1000 مرة، من بعد لازم تكف ولازم لا بريزون شارج، ماشي نديروا ديبيستاج ومن بعد نخلوهم ابوندوني على عام عامين حتى وين يتطور سرطان باش نبدا. هي تقول لك يعني لو سيركوي نيكزيست با، اسمح لي مسيو، لو سيركوي نيكزيست با، سي سي بور ليفري لا باسيونت ا ال ميم وتبدا هي تجري وتبيع في حاجتها وتبدا تجري منا ومنا وتبدا تخرج لبرا باش تداوي، هذه راهي نهولوا في الناس. شوف كيش انا نهضروا، معناتها كي تلحق نلحق عندي 1000 بيرسون ولا 1000 فام عندهم ان اوديول دو 1 2 سنتيمتر اللي الي جون، نقدر نحي لها غير هذاك المضرب، نقدر نداوي لها غير هذيك الباس، يفو لا راديو ثيرابي ديغيغ، il faut toute une thérapie, il faut une thérapie qui suit, il faut un schéma, il faut un circuit. هاد المرا ما نحشو نقول لها روحي تكفلي انت بلي ار ام تاعك
تكف لي بلي غام تاعك لما تقول لي راديو ثيرابي حتى نوضحوا لا لي غام دابور لي غام لي اوبليغاتوار بور فير دو تريتمون كونسيرفاتور باسكو لو تريتمون كونسيرفاتور اللي هذا هو اللي حنا نحبوا باش النساء ما تروحش وترجع لي افيك ان سان ديتروي هي تخاف من الاستئصال تخاف من التشويه تخاف من الامباكت دو لا سوسيتي سور ال اي سور سا فامي على بناتها على خواتاتها دونك يا تو سا ا بروندر اون كونسيدراسيون كي تقول لها عندك ورم ونحي لك غير هذيك الجهه وديري راديو شيميوثيرابي تاعك وتكمل حياتك il faut avoir les moyens ولا نقولها روحي شوفي من ديري اي غام 20000 ولا 25000 دينار لا بيوبسي اي لا ليمينوهيستوشيمي كي فافيك بون حنا الحمد لله في بليده ولا في لي سونتر لي غران سونتر كي بوف اوفرير سا مي فو فوار ولا راديو ثيرابي حتى في البليده نقولوها البروفيسور فرح لا راديو ثيرابي في ولايه البليده على غرار كل ولايه اقل قدر 9 اشهر كاين ولايه تروح سنه انا ما عنديش الحق نرفد لو بيستوري وندير لها ان تريتمون كونسيرفاتور الا ما عنديش ان رونديفو دو راديو ثيرابي ابري ما عنديش الحق معناتها جو في فلومبي لا تومور نقول لها مدام جيبي لي رانديفو دو راديوثيرابي انا ندير لك وندير لك اونكوبلاستي ونسقم لك صدرك تعاود تولي هايله ونخليك تعيش صدق نحطوا المراه دون اون سيتو لا فامي دون اون سيتواسيون دو شوا ديفيسيل ومن بعد هي واش دير ان نو فا بلو كروار ان فو باسكو ما تعطيهاش حل تروح كيما المراه اللي قلت لك عليها راني نشرب العشب سا سي ان درام بور نو وهذا الامرأة أنت كلمتيني عليها لما قبل ما ندخلوا البلاطو اللي كان عندها موعد ورم ورم وموعد مبرمج إلى يوم الأحد يعني إن شاء الله استكشفنا الورم تاعها في الثلاثي الأخير من الحمل تاعها اون لا اكومباني زيدت عطينا الطفل كملنا ليكسبلوراسيون باسكو يفو فير لو بيلون ديكستونسيون كي برمجناها باش دير العملية قالت لك أنا بون سمحوا لي لا راديوثيرابي من هنا راح نشرب العشب لانه ما لقاتش كيف دير لا راديو ثيرابي شيء مؤسف جدا شيء مؤسف ونتمنى نحلوا هذه المشكل تاع لا راديو ثيرابي في اقرب الاجل والامكانيات موجوده الامكانيات الماديه والماليه موجوده في الجزائر لكن كل مره اذا لو ديبيستاج سي فو نافي با دو سويت ابري رساله وصلت بروفيسور فرح ديبيستاج سي بيان بو لهذا الكشف المبكر شامل لكن اذا بعد الكشف المبكر ما كاش اون بريز اون شارج ما كاش تكفل بالمريض لماذا هذا لو ديبيستاج نعاود نقول لك دكتور عبد الوهاب انت فوزافي اكومباني دي سونتين ربما دي ميلي دو فام مئات النساء في هذا المرض المرض الخبيث كم يكلف هذا المرض المراه قبل ما تلحق ليك لانه نعرفوا انه خاصه النساء اللي تجي من الولايات الداخليه وحتى في المدن الكبرى ما عندهمش امكانيات كبيره يعني تقولي لها 600000 هذه 6000 دينار على ماموغرافي راهي عبء لكن مع ليمينوهيستوشيمي مع لا سنتيغرافي مع سكانر مع لي ار ام كيما قال البروفيسور فرح لانه نعرفوا هنا قبل 40 سنه لو دياغنوستيك سيرتيتود سي لي ار ام ماشي سي ميم با لا ماموغرافي المراه اللي عندها اقل من 40 سنه لازم لها لي ار ام ماشي مامو يعني كم انت هاد النساء هادو انت في التجربه تاعك في سي بي ام سي كم يكلف قبل ما تلحق ليك انت شحال تكون صرفت في القطاع الخاص احنا نفرحوا كي نشوفوا تطور وسائل الكشف والتشخيص المبكر وكلش نفرحوا كي نشوفوا هادشي بصح كي نشوفوا الثمن تاع هذا التطور اوني كيما يقولوا نحشموا باسكو المريضه كي نبداوها كي نبداو كاين صح يعني كاين بعض يعني نسبه قليله اللي راهي كدير يعني الفحوصات تاعها في المستشفى هذه نقولوها انا كنت في سنتر بيري ماري كوري كاين صح مصلحه الاشعه وكاين حتى التحاليل وكلش ولكن كاين نسبه قليله اللي دير في المستشفيات علاش باسكو كاين اللي يتقلقوا تقول لك بالك النتيجه تاع مثلا لا بيوبسي ما توجدش بين فيه كاين اللي تقول لك الموعد تاع لا ماموغرافي ما يطولش بين فيه دونك يروحوا يديروا كلش برا واللي ما عندهاش امكانيات اللي ما عندهاش مساكن راهم كيما قالت لك كاين اللي تبيع كاين اللي تسلف كاين اللي تطلب كل وحده كيفاش دير باسكو راه هادشي يكلف لها اكثر من باش ما نعاودش نعطيك الرقم تاع مقبل يكلف لها 10 ملايين سنتيم اكثر من 10 ملايين حنا كي نتكلموا على كلش نتكلموا على الاشعه نتكلموا كيما قالت لك يعني في بعض الاحيان كي تكون المراه صغيره ولازم نديروا فوق لها يعني كي نقترحوا عليها استئصال نسبي معناتها ما نحوش كامل الورم ما نحوش كامل الثدي دونك لازم ندير لا ماموغرافي باش لي غام باش نتاكدوا بلي ما كانش ورم واحد اخر في الثدي باش كي نديروا هذاك العلاج يعني النسبي رانا هنا لازم لي غام وفي اغلب الاحيان نديروا هذيك لي غام بصح نزيدوا نسببوا مشكل واحد اخر نديروا لي غام نصيبوا في الثدي الاخر حبه وهذيك الحبه يعني لو كان ما رحناش نحوسوا عليها بالياغام ما نتكلموش كامل عليها هي عباره عن مرض حامض ولكن بما اننا شفناها لازم نعيروها مالا المرض تصيب روحها دات بيوبسي من جهه تخلص عليها الى خلصتها برا راهي توصل قريب 4 ملايين يعني بلو جيست وبال
وإلا زدنا درنا في التدي الآخر أحسب شحال الجهة يعني حتى ولو نروحوا يعني في بالنا راهيك مرض حميد في التدي الآخر ولكن لازم يعني إحنا فوالا لو بروتوكول يطلب منا أننا جميع المرأة اللي عندها ورم في التدي وصبنا حاجة في التدي الآخر إحنا يجو مساكن يبكي وتقول لك كنت بواحد أني عشيت بالآخر نو إحنا نقول لهم لازم نديروا هذاك التحاليل باسكو بما أنها عندها ورم يعني ورم خبيث بما عندها بما انها عندها ان كونسير دون كوتي جميع الحاجه اللي تجيها في التدي الاخر ولا في الحبه لازمها تتعير الوغ لو كان جاتنا على مرض حميد وما عندهاش ما نعيروش كلش دونك هذا الشيء هذا زمان واش كنا نديرو زمان سيتي لا ماموغرافي الاشياء نديرو لا ماموغرافي لا سيتو بونكسيون يعني نحو ماشي عينات نحو الماء من هذاك الورم ما تكلفش كثير حتى ولو ديرها لبرا بصح دركا كيما قلت لك رانا تطورنا وسكانير دوك ولينا نديرو سكانير سكانير اللي رايح يكشف على كامل الجسم نحوسوا على العاد حنا نعرفوا بلي سرطان الثدي كي ينتشر ولا كي يمشي شويه راح يمشي في العظام راح يمشي في الرئه في الكبد دونك اوني اوبليجي قبل ما نروحوا للجراحه على خاطرش في السرطان ماشي كامل اللي رايحين للجراحه كما كنا نقولوا من قبل كاين وين المرض انتشر رايحين نبعثوها لو شيميوثيرابيوت لونكولوج دونك لازم نتاكدوا من الاول هذا المرض وين راهو واصل دونك نديروا سكانير سكانير ثاني راهو يكلف يعني ما كانش حاجه تستقيم اقل من مليون وزيدوا نحسبوا الا جات المراه من ولايه يعني داخلية. ولايه داخليه راهي تزيد تخلص ترونسبور تاعها وما تجيش مره واحده راهي تجي وتروح يعني اللي ما تخلصش يتخلص 400,000 يعني هذا المريض هذا النهار رانا نزيدوا له عبء على عبء معاناه على معاناه بروفيسور عبد البنجار نولي ليك انت راك حقيقه رئيس مصلحه امراض مكافحه عفوا امراض سرطان بمستشفى البوليده لو كاك لو سونتر انتي كونسير لكن راك شاركت في عده برامج مع وزاره الصحه درت لو جيد ثيرابيوتيك وهذا محسوب لك بدون مجامله سي لا بروميير فوا كون ان جيد ثيرابيوتيك في وزع على كل اطباء المختصين في معالجه امراض السرطان هذا لو فون كونسير هذا 500 مليار سنتيم هذه هي اموال كبيره ربما انت تقول لي كما قال البروفيسور فرح اغلبها تروح في الدواء تاع لا شيميوثيرابي هاد لي ميديكامون تي كونسيرو لكن لماذا نلحق حتى لي ميديكامون تي كونسيرو يعني لو انه يكون عندنا تسيير عقلاني نصرفوا في هاد لي ماموغراف ساكوت با شير ماموغراف نديروا كل مركز في الجزائر كل بوليكلينيك نديروا لها ماموغراف ربما ما راحش نلحق باش نشري بملايير الدولارات كل سنه هاد لي ميديكامون تي كونسير يعني راح علاه ما نديروش استراتيجيه على المدى المتوسط او البعيد توجور نشوفوا قدامنا فينا الاستراتيجيه على المدى القصير هذا المشكل تاع ايضا تاع لي راديوثيرابي بروفيسور عبد البنجار هل يعقل في بلد كيما الجزائر اللي عنده فائض في الميزان التجاري ب 14 مليار دولار مازال عندنا هاد لي زاكسيليراتور دو راديوثيرابي مسرعات تاع العلاج بالاشعه مازالهم اونطال لماذا ما نلقاوش حل نهائي مازال هكذا اجور لجور لماذا حقيقه هنالك فيه مشاكل يعني الحاله الان ما هي بالحاله دائما كما نقولوا ما هي بالحاله الورديه لمرضى السرطان ما هي بالحاله السوداء فيه نقائص وفيه ايجابيات اللي واحد لازم يثمنها ممتاز تكلمنا على الايجابيات لكن والايجابيات كان اللي يتكلموا عليهم في بلاطوات اخرى خلوا لهم يتكلموا على الايجابيات حنا نتكلموا على السلبيات كاين كثيره كذلك وموجوده من بينها مثلا كتقول لي راديوثيرابي غير معقوله في سنه 2022 دروك باش نعطي انا المريض رونديفو تاع 9 شهور ولا 12 شهر غير معقول في 2022 باش تقول لي باللي هنالك نقص في الادويه غير معقول باش هذه الاشياء نشوفوها في سنه 2022 اكيد باللي لان الان حقيقه عندنا حوالي 42 مسرع لكن معظمها الان في حاله في مشكل صيانه رغم انه على عاتق الصندوق السرطان كانت ميزانيه مخصصه فقط للصيانه لكن في اشكال انا هذا مو المشكل تاعي مو المشكل تاعك انت الصحفي مو المشكل تاع المريض هذا مشكل تاع الناس المسؤولين هم اللي يتكفلوا بهذا الشيء لكن انا استضفتك منذ سنه مع البروفيسور رحال ياس اللي هو المدير العام للخدمات الصحيه اللي في وزاره الصحه في هذا البلاطو وقال لي رانا شرينا 12 مسرع وهذا اون ريغلي لو بروبليم تاع هذه الصيانه هذه لي زاكسيلاتور اللي راهم هذه عندها سنه الحكايه هذه المشكل مازال موجود انه الان مازال مشكل تاع الراديوثيرابي في الجزائر علاه لان كان فيه مشكل تاع الصيانه وفيه مشكل التوزيع الغير
اللي ما كانش مدروس في بداية، هذا رجع إلى سنوات سابقة مثلا، غير معقول بأنه ولاية كما الجزائر العاصمة اللي فيها حوالي 5 ملايين ساكن في 3 مسرعات خطية. تكلمنا في بداية السنة هنا من المفروض يكونوا مصلحتين جديدتين أخرى، واحدة في رويبة لبني مسوس، رانا في نهاية السنة في أكتوبر ولا شيء دار. هذا ثان من بين السلبيات. يعني كان مشكل في تسير، ممكن مشكل كبير مش غير في التسيير، مشكل يعني راه مشكل عام، مشكل حتى ممكن نقوله حتى في الاستراتيجيه العامه. كي تقول لي باللي الاكسيليراتور الان، انا كنت في الاسبوع الماضي في فيينا في الجمعيه العامه تاع الوكاله الدوليه للطاقه النوويه، الان نتكلم باللي احنا في البدايه كان واحد اكسيليراتور لمليون ساكن، الآن في الدول المتقدمة الآن واحد أكسيليراتور 500 ألف نسمة. الآن الإحصائيات يعني لريكومنداسيون تاع لايا تقول لك هان أكسيليراتور ل 250 ألف حالة. إلا حبينا نقضوا على مشكل، لأن 60% من مرضى السرطان لازم لهم الراديو ثيرابي. إذا ما حليناش مشكلة الراديو ثيرابي، رانا كيما نقولوا بالعامية تاعنا ننظروا غير فم، رانا غير فم. ربما المخرج يقدر يعطيني التدخل تاع البروفيسور عدا بنجار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايو، وين دار تدخل باللغة الإنجليزية، تدخل علمي فيما يخص أمراض السرطان. I think in Algeria we can participate with the AWIA and WHO as the center of excellence for in Africa. For us in this year we have some collaboration with our friend with the Ministry of Health and the Ministry of Health in Niger, Mali, Mauritania and Benin. I think you can make more collaboration with the Ministry of Health with Algeria and with International Atomic Energy Agency. And thank you very much. Thank you very, very much. بروفيسور عدى بنجار، في هذا التدخل تاعك في لايو في فيينا في النمسا، يعني تكلمت على واقع السرطان في الجزائر، وكيف ممكن حتى الجزائر باش تكون كأب او كسوندر ديكسبيريونس او ديكسبيرتيز بالنسبه لافريقيا، لان حقيقة تكلمنا على لكن عدى بنجار كيف الجزائر تكون أب وتكون سون دي ريفيرونس في افريقيا، وحنا عندنا 50 اكسيليراتور نصهم اون بان، وما قدرناش نحلوا مشكلة يعني تاع الامراض تاعنا، نقولوا احنا ريفيرونس افريقيا يعني نقولوا نعطوهم احنا القدوة اللي مشينا. نوافقك في الراي على اساس انه هنالك كما قلت سابقا انه هنالك ايجابيات هنالك سلبيات. كاين فيه تخصصات اللي ما عندناش فيها مشاكل، كاين فيه تخصصات اللي عندنا فيها مشاكل. اذا تحدثوا على أونكولوجي ميديكال، الآن أكثر من 1200 أونكولوج موجودين في الجزائر. إذا نتحدثوا على الراديو ثيرابي من ناحية الموارد البشرية راه موجود، كي نتحدثوا على ليزانفراستركتير هذا مشكل آخر. يعني حتى ليزانفراستركتير اللي عندنا في الجزائر ربما ما كاش بلد في إفريقيا عنده هذا ليزانفراستركتير. أكيد يعني بالنسبة مثلا نتحدث على تلاقينا مع وزير الصحة في تاع البنين في 2024، في سنة 2024 باش يفتحوا مركز في سنة 2024. مالي نفس الشيء، نيجيريا نفس الشيء، موريتانيا نفس الشيء، كينيا اللي عدد السكان تاعها أكثر من الجزائر لكن عدد المسرعات تاعها أقل، 18 مسرع فقط. في الجزائر ممكن نعملوا أكثر وأكثر، يعني إذا كانت الصيانة وقمنا بصيانة كل هذه المسرعات الموجودة، هذا من جانب. إذا كان فتح مصالح أخرى، لان لابد بين بليده والجزائر حسب عدد السكان لابد من ايجاد. والشيء الاخر هو انه المراكز اللي هذه اللي راهي موجوده من سنه 2012 و2014 لحد الساعه لم ترى النور. نتحدث على مركز شلف مازال، مركز التيارت نفس الشيء، مركز الاغواط انا درت عليه لوديت في سنه 2014، رانا في 2022 المركز مازال ما تفتحش. وهذا راجع إلى سوء تسيير وما نقدروش نقولها. ونشكروا البروفيسور عدى بنجار للصراحة تاعو والوفاء تاعو للمهنة. بروفيسور فرح، أنت جراحة أيضا، لأنه أنا كلمتك أمس عاودتي لي 4 ساعات قلت لي كنت في البلوك أوبيراتوار، يعني تمضون معظم وقتكم في قاعة العمليات. ما هي سرطانات في أغلب الأحيان اللي كي تروحي لها الجراحة، وهل الجراحة تقدر تكون حل نهائي؟ هي شوف الجراحة pendant longtemps يعني كان وقت وين كانت هي الوسيلة الأولى والوحيدة، وساعات كانت تروح فوق لي ليميت تاعها في
في الاورام دوك في الكونسير في الورم تاع الثدي الجراحه مازال عندها مكانها ومكانها الي كما كان يقول البروفيسور بن ديب الله يرحمه كان يقول لي شيروجيكال معناتها كي نقدروا نستأصلوا يلزم نديروه معناتها ميم ولا لا شيميوثيرابي يعني خدات حيز كبير وانا ماذا بيا المرات تشرب دواء وتبرا بصح كي على بالي بلي كي نستأصل وندير جراحه كامله وجراحه مليحه الحدود تاع الشفاء تاعها ماشي تكون اكثر لكن في غالب الاحيان هل ديري انت ميكتومي لوكاليزي ولا ديري اون ابلاسيون توتال دو سان في دوك انا عاودنا ولينا واش كنت نقول لك مقبله انا كي تكون قدامي مراه اللي عندها نقدر نقول لك تروح لترونجي باش دير سا راديوثيرابي ولا تقدر هنا في الجزائر عندها دي كونفونسيون مع لي سونتر بريفي انا ماذا بيا معناتها انا نقول لها اسكو نفكرها اسكو عندك راجلك باباك يعني في الاسلاك اللي عندهم دي كونفونسيون مع لي سونتر دو راديوثيرابي بريفي انا ماذا بيا ندير لها اون راديوثيرابي اون باردون اون شيروجي معناتها لوكاليزي نحي لها غير هذيك الجهه ونعاود ريستركتور لو سان عند كاين كانت عندي اخر مراه في ايامات الكوفيد ال دوفي سماريي ا 40 ans ال دوفي سماريي ال تروف ان كانسير دو سان معناتها هي دي سيتوياسيون تيريبل ما تقدرش تقول لها اسكو تقدري ديري لا راديوثيرابي تلم الدراهم مسيو تلمهم باش تقول لك نحي لي غير هذيك الجهه وخليني نعيش تلمهم دورو قدام دورو وتروح تحطهم باش هذا ماهيش قادر كاع الناس يديروها وكاين اللي تقول لك لا انا نحي لي لوسا كسا سوا لا شي لا الجراحه الكامله ولا الجراحه الموضعيه هذيك برك نقدروا نديروها فيما يخص عنق الرحم عنق الرحم ميتنون دي بروتوكول تبدلوا كوري راديو ثيرابي إيه الحيز تاع الجراحه نقص سي لي ستاد برومي معناتها غير الفوليوم تاع لا تومور ويبدا لانفايسمون لا شيروجي تولي نابورت با ان بلوس mais n'importe pas en plus maintenant c'est la curie la radiothérapie في الحال في les premières étapes مراحل الاولى تاع المرض وي نحو الجرحه عندها مكان ونحو الاورام ونحو لي غونغليون كي فون افيك ونبعتوها بصح لا راديوثيرابي لا كوري ثيرابي ما نقدروش ما نديروهالاش يعاود يرجع المرض دونك في الكونسير دو كول في عنق الرحم الحيز تاع الجراحه نقص في لوندومتر وفي لوفير فلوفير الجراحه عندها مكان ما تقدرش لانه كما قلت لك في الاول العضو لورغان لوفير ما فيهش غلاف باسكو يبيض دونك ما فيهش غلاف معناتها لي سيلول تاعو مع من مع لو بيريتوان مع لي بيبلون يعني تمتم يل ديفيرس في لا كافيتي ينحط في الجوف تاع المراه يتمتم سي سا دوفيان اون غير تولي الخلايا يلصقوا في الجدار تاع الداخلي للبطن سي بون نولوا في المراحل المتقدمه هنا لا شيروجي يفوك تكون اكزوستيف معناتها كبير سي تري لارج كوم شيروجي اون شيميوثيرابي اي تو فا سويف مي لوندوميتر ا مون دوني اون بو لاندوميتر بو اتر شيروجي تقدر تكون غير يعني في الحوض اذا مشى الكول يل روجوان لو كول او لوفير مي في المصلحه نديرو يعني ربع انواع تاع يعني كل سرطانات هذوما كسا سوا لوفير لاندوميتر لو كول دو لوتيروس او لو سان كلهم راكو ديروا لا شيروجي تاعهم في اغلب المرضى يجوا البليده لا البليده لا ديرنيير جاتني ممسيله يعني الناس يتبعوا وين يقولوا لهم كاين هذاك المضرب هي تجي تحوس على الرونديفو اسكو الرونديفو تاعك قريب هنا كي تجي تقول لها نقدر نوبيريكس مانا الجايه تجي عندك وبصح لا راديوثيرابي نبدا نبعث فيها روحي دراع بن خده روحي للسطيف روحي من روحي شوفي وين عندك زهر وين تقدري تصيبي شكرا اي بور لو كول سي تري امبورطون لا راديوثيرابي باسكو كيما قلت لك لا شيروجي ما بقالهاش حيز كبير عنق الرحم قلنا كوري اي راديوثيرابي هذا هو ميم لوندوميت هادي ستاد افونسي سي لا كور شكرا بروفيسور فرح دكتوره عبد الوهاب لماذا الطبيب العام مهمش هي تقول البروفيسور فرح انه لو كان فعلوا منظومه صحيه حقيقيه في التراب الوطني عندنا الاف اطباء عاملين ميديسان جينيراليست في التراب الوطني نروحوا للولايات المتحده الامريكيه الفاميلي دكتور هو العمود الفقري هو الاساس تاع المنظومه الصحيه فرنسا نفسي اليابان نفسي المانيا نفسي بريطانيا نفسي احنا الطبيب العام كانوا دايرينو ما اكزيستيش لماذا هالطبيب العام هذا كون نديروا له التكوين اللي لازم ونعطوا له الامكانيات ونعطوا له قيمته في المنظومة الصحية ربما أكثر من 80% من الحالات اللي راح تلحق لنا المستشفيات الجامعية تلحق لنا في مرحلة مبكرة وليس في مرحلة متأخرة
هذا السؤال يعني مهم جدا. تخصص الطبيب العام هذه هي فيما يخص يعني الطبيب العام نولدوه مختص. نحكي لكم بهذه المناسبه، واحد النهار كاين واحد طبيبه جو سي تري با نو سان بروفيسور عيطت لي قالت لي لا تقدري تخدمي في واحد البلاصه. قلت لها وي واش ندير؟ قالت لي تجي ديري لنا لو تري. انا كان عندي 20 سنه في سرطان الثدي. قالت لي تجي دير لنا. قلت لها ما نقدرش نجي ندير لك لو تري. قالت لي نو بيسكو انت ديري الطب العام. قلت لها مانيش ندير الطب العام، عندي 30 سنه 20 سنه ذاك الوقت. قلت لها وانا ندير غير في التدي ما نعرفش. قلت لها قالت لي مالا خلاص شفت كيفاش يعني باش يعني يحبطوا يحبطوا بالطبيب العام. وعندك الحق كي تقول بلي الطبيب العام كاين ألوف تاع أطباء عامين محبسين، ألاف ألاف بيان سور محبسين ما يخدموش. هادو تقدر تحطهم باغ اكزومبل نتكلموا على لا سينولوجي، هذا التخصص تاع أورام الثدي ولا أورام سواء كانت حميدة ولا ما كانش تخصص. سي ان ديبلوم يونيفرسيتير، شهادة فوالا شهادة جامعية. أنا رحت كنت تعلمت هنا مع البروفيسور بانديب، يعني رحت ديجا كنت يعني عندي خبرة في هذا الميدان، ولكن ما يكفيش يفالي علي شيرشي هذاك لو بابي اي او ميم طون يفالي كو جيفالو واش كنت نعرف انايا اسكو راني صح في المستوى اسكو باسكو ما تيكزيستيش. راكي في المستوى دكتوره، احنا ناكدوا لك وكل مرضى اللي يتصلوا بالقناه ياكدوا لنا اني راكي في المستوى. دونك كي رحت باش نقول لك كي رحت سيتي ا مونبولي لونيفرسيتي دو مونبولي قالوا لي واش جيتي ديري يعني راهي عندك. قلت لهم انايا اللي خصصني هو البروفيسور بنتي. يعني احنا تاكدي انه مصلحه امراض الثدي في السي بي ام سي مرجعيه سين ريفيرونس ونقدروا كل جينيراليست نخلوه شهر في المايك فورما. ماشي حاجه واعره، ماشي شهر باش من انا نقول ماشي شهر ولا على خاطرش كاين بزاف جوستمون حنايا جاو داروا شهر درنا لهم اون فورماسيون كونتينيو تكوين مستمر درنا لهم شهر خرجوا داروا في كارت دو فيزيت تاعهم سينولوج سادير كنت جوزت مانيش عارفه شحال وما معليش سنه سنه احنا قعدت عندنا ماهيش طبيبه فرح اللي جينيكولوج اوبستريسيان ولكن جات سنه الان قعدت عندنا سنه وكان البروفيسور بنديب وكان يعني كامل الاطباء يعني خدمت باش نقول لك خدمت دوك كي تخرج عينينا مغمضين نعرفوا باللي راهيك مختصه في راهيك يعني مختصه في طب النساء ولكن عندها تخصيص في التادي. مي باش تقول لي شهر ولكن هذه حاجه مليحه لو كان جميع يعني لهادو الاطباء العامين يديرهم في تكوين لا سينولوجي باسكو لا سينولوجي لي اكزيست با لي اكزيست با ان طونك فوالا ك سبيسياليتي. دونك لو كان يديروا هكذايا سي سوك رايحين يعاونوا وتكلمنا عليها في واحد وراح نقصوا وفي اخر المطاف في فائده المريض الجزائري وراح نقصوا هاد الحالات هذيا اللي توصل للجراحه وتوصل لراديو ثيرابي ولا شيميو ثيرابي في حالة جد متقدمة وفي غالب الأحيان ما نقولوش في غالب الأحيان لكن في مرات عديدة يتوفوا يفقدوا الحياة. بروفيسور عبد بنجار نختم معك هاد الحصة هاد البيجي تاع لو فون كونسير ولا تاع اللي تخصوا الدوله الجزائريه اغلبه يروح في لي زونتي كونسير يعني تروح لا بي سي اش تقريبا 40% من البيجي الميزانيه تاع الصيدليه المركز المستشفيات تروح في لي زونتي كونسير الور كو هاد لو كان يكون عندنا تسيير عقلاني ان بون ماناجمنت تاع هاد الميزانيه نقدروا نخصوها لو دياغنوستيك ولا بريفونسيون ونتجنب هاد الحالات المتقدمه. ايضا ندرا انت راك في الميدان ونعرفوك بالصراحه تاعك، احنا سمعنا انه تقريبا 14 شونتي كونسيرو راهم ريبتور ولا ما راهمش ريبتور راهم ليك هنا ناقصين بزاف يعني كاين ندره كبيره فيهم يعني ما كانش ريبتور لكن كاين نقص كبير تاع تحوس 70 مستشفى باش تلقى واحد. ضيف الى الهيدروكورتيزون الالبومين، انا الالبومين امس حوست كاع المستشفيات تاع العاصمه ما لقيتش البومين لواحد كونسيرو. ايضا لي زانترفيرون كيفاش راكم تواجهوا هاد الظاهره؟ في البدايه السؤال تاعك فيه سؤالين يعني السؤال باختصار الاول باختصار الشطر الاول هو دقيقه لكل سؤال بالنسبه للفون كونسير. الفون كونسير هي ماهوش غير فقط جانب باش نكونوا صاحين في 2021 خلينا نفكر لكن كاين ميزانيه ايضا تاع وزاره الصحه كاين ميزانيه. انا نتحدث سالتني سؤال على الفون كونسير في 2000 بصفه عامه حسيت على الميزانيه نخصوها للسرطان. ايه في 2021 لو فون كونسير يعني كانت نسبه راحت للمانتونس نسبه للادويه وكذلك نسبه لا مانتونس ونسبه بور لاكيزيسيون لشراء لي زاكسيليراتور هذا في سنه 2021 وكذلك
كنسبة أو مبلغ كان لفتح، لأن نتحدثوا كثيرا عن الأونكولوجي وما نتحدثوش عن الهيماتولوجي. لالوغراف في وهران تم التكفل بها في الواشي دورو من طرف صندوق المخصص للسرطان، هذا في سنة 2021. في بلون داكسيون تاع لو فون كونسير 2022 كي درنا اجتماع المرة الأخيرة ورايحين نعملوا اجتماع والمفروض الأسبوع القادم، فيه لاكيزيسيون كذلك تاع ديزاكسيليراتور، فيه لا مانتونونس، وفيه كذلك تحدثنا هذه المره على البريفونسيون، فيه لاكيزيسيون شراء لي ماموغراف، فيه ما يخص سرطان الثدي، وكذلك فيه سرطان الكولون المستقيم، وفيه حتى جانب مخصص للديبيستاج، الديبيستاج دياغنوستيك وكذلك لا بريفونسيون. على هاد لي زونتي كونسيرو اللي راهم لي كون ريبتور كاين مجموعه من 14 حقيقه، كاين من مجموعه يعني هي تتغير. عطاو لنا في كل اغلب الاطباء في سي بي ام سي وفي 14 هي تتغير من يوم لاخر، تتغير كل يوم تجي كونتيتي، لكن الكميه هي حقيقه السنه هذه تاع 2022 اللي مرينا بها ما مريناش بالمرحله اللي مرينا بها كما منذ 2012 هي من 2012 ما مريناش مرحله، نفهموا الوضع العام، نفهموا الكوفيد، نفهموا لاتونسيون، لكن المرحله تاع 2022 كانت مرحله صعبه فيما يخص ندره الادويه للسرطان. شكرا بروفيسور عدى بنجار، شكرا بروفيسور فرح، دكتور عبد الوهاب، شكرا على حضوركم معنا. نتمنوا نحلوا هذا المشكل تاع لا راديو ثيرابي، والحل سهل، نديروا اون كونفونسيون كناس كيما درنا مع لي مودياليز وين حلينا المشكل تاع اللي عندهم القصور الكلوي، وبطاقة الشفاء بالدور صندوق الضمان الاجتماعي هو يتكفل، ولي سونتر بريفي هادو يخدموا شويه، يعني الانسان يروح للبريفي يدير لا راديو ثيرابي تاعو في نهارو ماشي 9 شهور من بعد، والضمان الاجتماعي هو يخلص عليه. وندرت الادويه هذه تاع لا بي سي اش ما فهمناش هاد لا بي سي اش هذه كيف هاد الميزانيه كاع، وكل مره المريض يفي لو باركور دو كومباتون ما يلقاش دواء. بكل صراحه شيء مؤسف جدا، والمريض الجزائري يتالم مع كل امكانيات اللي تسخرها الدوله الجزائريه. مشاهدينا الكرام، نلقاكم في موعد مقبل من برنامج أديان. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.